السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن علاج الضغط المنخفض للدم في للحامل. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قبل كده اتكلمنا عن ارتفاع ضغط الدم للحامل، النهارده هنتكلم عن انخفاض ضغط الدم للحامل. محتويات الفيديو بتاعنا: ضغط الدم، اعراض انخفاض ضغط الدم، اسباب انخفاض ضغط الدم للمرأة الحامل، وعلاج انخفاض ضغط الدم للحامل. ضغط الدم: خلال فترة الحمل يقوم الطبيب بمتابعة حالة الحامل وجنينها في كل زيارة، ومن الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء هذه الزيارات هو معدل ضغط الدم، حيث تلاحظ الكثير من النساء اضطراب هذا المعدل في أشهر الحمل، فطارة يكون منخفضا وطارة يكون مرتفعا، ولكن غالبا ما يكون منخفضا خاصة في بداية الحمل ووسطه، فانخفاض ضغط الدم لدى الحامل من أكثر المشاكل التي تواجهها بالعادة، وذلك يعود إلى هرمون البروجسترون الذي يتم إفرازه بكميات كبيرة أثناء الحمل، والذي يعمل على تخفيف الضغط على جدار الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط للمرأة الحامل. ولكن مع التأكيد على أن هذا الانخفاض لا يمثل خطرا كبيرا على الأم والجنين، كما في حال ارتفاع ضغط الدم لما له من مضاعفات وتهديدا لحياة الأم والجنين. أعراض انخفاض ضغط الدم: يعتبر الضغط الطبيعي لدى الحامل هو بين 80 على 120، وقد تم الاتفاق بين الأطباء على أنه إذا كان معدل الضغط أقل من 80 يعتبر انخفاض في ضغط الدم. وهناك الكثير من الأعراض لانخفاض ضغط الدم التي بمجرد ما تشعر بها الحامل يتوجب عليها أن تراجع الطبيب في أسرع وقت ممكن ليتم السيطرة عليه ومعالجته. ومن هذه الأعراض الشعور الدائم بالتعب والغثيان وأحيانا الإغماء، الشعور بعدم وضوح في الرؤية وزغللة في العين، قلة التركيز، تصلب في عضلات ومفاصل الرقبة مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، الشعور بالعطش الدائم، الشعور بالاكتئاب وتقلب في الحالة النفسية بشكل سريع. أسباب انخفاض ضغط الدم للمرأة الحامل: الانخفاض الكبير في مستوى السكر في الدم، سوء التغذية وعدم تناول الوجبات المتوازنة، الإجهاد والتعب بشكل مستمر، الإصابة بسكر الحمل، الإصابة بالجفاف. علاج انخفاض ضغط الدم للحمل: الإكثار من شرب الماء والسوائل الأخرى سواء كانت باردة مثل العصائر الطبيعية والماء أو الساخنة مثل الأعشاب الطبيعية والشربات، الحرص على تناول الغذاء الصحي والمتوازن والذي يحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات بالإضافة إلى الدهون غير المشبعة وغيرها، وكما ويجب تناول المكملات الغذائية حسب الوصفة من الطبيب المسؤول. النوم على الجانب الأيمن من الجسم الأمر الذي يزيد تدفق الدم بأقصى درجة ممكنة إلى عضلة القلب وبالتالي عودته إلى ضغط الدم الطبيعي. الجلوس بشكل فوري في حال الشعور بالدوخة والإغماء المصاحبين لانخفاض ضغط الدم، مراجعة الطبيب بشكل فوري عند اللزوم، والحرص على تناول الأدوية التي يصفها الطبيب. الجلوس في مكان جيد للتهوية وبعيدا عن حرارة الشمس الحارة خاصة في فصل الصيف. الابتعاد عن الإجهاد والتعب وأخذ قسط كافي من النوم. يعد ضغط الدم علامة على صحة كل من الأم والجنين خلال فترة الحمل. يقيس الطبيب ضغط الدم للمساعدة في تشخيص أي مشاكل أساسية أو مضاعفات محتملة. وفقا للجمعية القلب الأمريكية، فإن ضغط الدم الطبيعي 120 على 80 ملي متر زئبقي. عادة ما يشخص الطبيب هبوط ضغط الدم عندما تكون القراءة حوالي 90 على 60 ملي متر زئبقي. ويعد هبوط ضغط الدم أثناء فترة الحمل شائع خاصة في الأسابيع 24 الأولى إذا كان لديك هبوط ضغط الدم قبل الحمل بشكل عام. انخفاض ضغط الدم ليس مصدر قلق ما لم ترافقه أعراض.
يمكن أن تؤثر التغيرات التي تحدث في جسمك أثناء الحمل على ضغط الدم. من الشائع أن ينخفض ضغط الدم في الأسابيع 24 من الحمل. من المحتمل أن يكون سبب ذلك هو الدورة الدموية عندما تتمدد للسماح بتدفق الدم إلى الرحم، مما يتسبب في هبوط ضغط الدم. وتوجد أيضا أسباب مؤقتة أخرى مثل الوقوف بسرعة كبيرة أو الاستلقاء في حمام ساخن لفترة طويلة. تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في هبوط الدم ما يلي: ردود الفعل التحسسية، الالتهابات، الراحة في الفراش لفترات طويلة، يتراكم في الدم في الساقين مما يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، الجفاف، سوء التغذية، نزيف داخلي، فقر الدم، أمراض القلب، نقص حمض الفوليك، اضطرابات الغدد الصماء. بعض الأدوية لذلك من الضروري أن تعلم النساء الحوامل طبيعتهن بالأدوية التي يتناولهن. اضطرابات الكلى، نقص فيتامين B12. قد يكون انخفاض الدم بشكل كبير علامة أيضا على وجود مضاعفات في الحمل المبكر مثل الحمل خارج الرحم، حيث تزرع البويضة المخصبة في مكان آخر غير الرحم. وفيما يلي بعض الطرق التي تساعدك في علاج هبوط ضغط الدم. بشكل عام لن تحتاجي إلى علاج لهبوط ضغط الدم في أثناء فترة الحمل. لا يوصي الأطباء عادة بالأدوية للنساء الحوامل ما لم تكن الأعراض خطيرة أو من المحتمل حدوث مضاعفات. عادة ما يبدأ ضغط الدم في الارتفاع من تلقاء نفسه خلال الثلث الأخير من الحمل. قد ترغبين في تجربة ما يلي لعلاج الهبوط خلال فترة الحمل: تجنبي النهوض بسرعة عند الجلوس أو الاستلقاء، لا تقفي لفترات طويلة، تجنبي الحمامات الساخنة جدا، اشربي المزيد من المياه، ارتدي ملابس فضفاضة، اتبعي نظام غذائي صحي وتناولي وجبات صغيرة طوال اليوم. يمكنك إضافة بعض العلاجات المنزلية مثل الماء المالح، يوصى به عادة للمرضى الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم. ومع ذلك لا تستهلك الكثير من الماء المالح لأنه يمكن أن يضر بصحتك. أضيفي نصف ملعقة صغيرة في كوب من الماء واشربيه، أو يمكنك أيضا شرب محلول معالجة الجفاف، الزبيب. طريقة تقليدية ولكنها ممتازة لعلاج انخفاض ضغط الدم: انقعي بعضا من الزبيب في الماء طول الليل وتناوليه في الصباح على معدة فارغة. يمكنك أيضا الحصول على الماء الذي نقع فيه الزبيب، يمكنك اتباعه لبضعة أسابيع أو حتى شهور. الريحان، يحتوي الريحان على عناصر مثل فيتامين جيم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض البنسونيك، وهي جيدة لضغط الدم المنخفض. يمكنك شرب العصير المستخرج من نقع أوراق الريحان مع إضافة ملعقة صغيرة مع العسل على معدة فارغة يوميا. ويمكنك أيضا تناول أوراق الريحان كل صباح إذا كنت تحبين طعمه. عصير الشمندر، يمكنك شرب كوب من عصير الشمندر يوميا لمدة أسبوع تقريبا. الزنجبيل، الزنجبيل فعال في التعامل مع ضغط الدم المرتفع أو المنخفض لأنه يحتوي على مركبات ومضادات للأكسدة إلى جانب مواد كيميائية مثل الشغول والزنجول، والتي يمكن أن تمنع اضطرابات مستوى ضغط الدم. اليانسون، يحتوي على بوتاسيوم وكالسيوم وحديد ومغنيسيوم ونحاس وزنك والمغنيسيوم، مما يزيد من مستويات الحديد والبوتاسيوم التي قد تساعد في رفع ضغط الدم. يمكنك ببساطة إضافة العشب في أثناء طهي طعامك. عصير الليمون، علاج آخر ممتاز خاصة إذا كان انخفاض الدم الناتج عن الجفاف. يمكن أن يساعد عصير الليمون في توفير الطاقة وتعزيز وظيفة الكبد إلى جانب المساعدة على الهضم. عصير الجزر الطازج، يمكن أن يساعد عصير الجزر الطازج في تحسين الدورة الدموية وبالتالي الحفاظ على مستويات ضغط الدم. يمكنك تناول عصير الجزر الطازج مع العسل كل صباح. عجينة اللوز والحليب، وهو العلاج الأكثر شيوعا، وقد يعمل هذا المزيج على الغدد القذرية التي يمكن تخفض ضغط الدم. انقعي 5 أو 6 حبات لوز طوال الليل، ثم قشري الجلد واطحنيه جيدا، ثم أضيفي عجينة اللوز إلى الحليب المغلي وقلبيها، واشربي كوب من الحليب اللوز لتحسين مستويات ضغط الدم. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. عزيزتي، قد ترغبين في مناقشة أسباب هبوط الضغط،
عند الحمل مع طبيبك إذا استمر في الثلث الأخير من الحمل، وإذا استمر لفترات طويلة، وإذا كنت تعانين من الإغماء أو الدوخة مع وجود صداع شديد أو تغيرات في الرؤية أو ضيق في التنفس أو آلام في الصدر أو التنميل، فعليك طلب الرعاية الفورية. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا، قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.